بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي الأعزاء المشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم وحييكم تحية طيبة في هذه المساحة المخصصة للثقافة والمثقفة القانونية، معي أنا أسامة رقيعة. في المساحات السابقة تكلمنا عن القوانين، وتكلمنا عن الدولة، وتكلمنا عن التنظيم، وأنه احترام القانون جزء من الثقافة وجزء من الرقي للمجتمعات. المرة دي شخصية، وقانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين، لأنه بيهتم بالأسرة، بيهتم بكيانها، بيهتم بالطلاق، بيهتم بالزواج، بيهتم بالميراث، بيهتم بالمصاهرة، بالنسب، بكل الأمور المتعلقة بحياة الإنسان، بحياة الإنسان كأسرة. ونحن عارفين أن الأسرة كيان مهم جدا في المجتمعات، وتماسك الأسرة إشارة قوية جدا لتماسك المجتمع ولاستقراره ولنموه. عشان كده قانون الأحوال الشخصية أصبح من أهم القوانين. وفي كل الدول نحن بنلاحظ أنه قوانين الأحوال الشخصية هي من القوانين اللي بتستند على الديانات وبتستند على العقيدة. ليه بتستند على الديانات؟ لأنه كل الديانات لو جينا لاحظنا، حتى الديانات الوضعية هي اهتمت بكيف الواحد يتزوج، كيف الواحد يطلق، كيف الواحد يرث من مورثه، كيف الواحد يعني يتحدد النسب، يعني كل الأمور، التبني، الحضانة، النفقة، رعاية الأولاد، رعاية، يعني كل الأشياء دي أصبحت هي مستندة في الأساس للعقيدة. عشان كده لما نجي ننظر مثلا للديانة المسيحية، ورت الناس كيف يتزوجوا، كيف يطلقوا، كيف يعيشوا مع بعض، كيف يتبنوا. كذلك الديانة اليهودية وكل الديانات الأخرى بيّنت للناس كيف يعيشوا في حياتهم الأسرية. كمان نحن عندنا في الإسلام، الإسلام جاء وضح لنا بشكل واضح كيف يتم الميراث، وكيف يتقسم بين الناس، وكيف الطلاق يتم، وكيف الزواج يتم، وما هو الحلال فيه والحرام فيه والممنوع فيه وغير الممنوع. فقوانين الأحوال الشخصية نحن لاحظنا في كثير من البلدان، أيضا خاصة البلدان اللي فيها أعراق مختلفة وفيها شعوب، مثل الآن نحن عندنا في الإمارات العربية المتحدة وفي دبي، هناك قانون للأحوال الشخصية للمسلمين، وهناك قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، عشان يطبق عليهم الأمور اللي بتتسق مع ديانتهم وبتتسق مع عقيدتهم. عشان كده لما نتكلم عن قانون الأحوال الشخصية، نحن بنتكلم عن حياة الأسرة، بنتكلم عن تماسك المجتمع، بالتالي بنتكلم أيضا بشكل غير مباشر عن العقيدة. ليه؟ ترتب حالنا كيف الواحد يتزوج، وكيف الواحد يطلق، وكيف الواحد يتبنى، وما هو مسؤولية الزوج، وما هي مسؤولية الزوجة. عشان كده قانون الأحوال الشخصية يعتبر هو من أهم القوانين يا أخواننا، ولازم نهتم به ولازم نفهمه، لأنه فهمنا له هو جزء من فهمنا لديانتنا ولعقيدتنا وسعينا لاستقرار المجتمع باستقرار الأسرة. ونلتقي في مساحة مثقفة جديدة إن شاء الله.